اليوم تنتواجدوا في المقر ديال الحزب الشراكي الموحد، واليوم انا سعيده جدا باللقاء ديال واحد المجموعه على راسهم الاستاذ المهدي الخمالي اللي هو مسؤول على نادي الابتكار بالثانويه ديال ابي العباس السبتي بطنجه، واللي داروا لنا واحد زياره مفاجاه، واللي معاهم واحد المجموعه ديال الشباب المبتكرين المخترعين، واللي في الحقيقه يعني تزيدوا يعطيونا ثقة أكثر بأن المدرسة العمومية المغربية والمغاربة باقي قادرين أنهم يبتكروا أنهم يجتهدوا رغم كل الصعوبات وأنهم يتجاوزوها باش يعطيونا شيء إنجازات اللي هي باهرة، خصوصا إحنا في الوقت ديال الانتقال الرقمي، وأنه غدا المغرب خصو ينخرط كذلك في هذه المسألة هذه. فهاد الشباب اللي جاوا اليوم يعني بن بالله محمد وحسين، نعم نقول لكم السميه ديالهم باش تعرفوهم، حجاري وبعياد شفيق. هادو شباب معاهم مجموعه اخرى قاموا بواحد الاختراع داخل النادي ديالهم في الثانويه ديالهم ابي العباس السبتي بطنجه، واليوم في الحقيقه انا بغيت المغاربه كلهم يتعرفوا عليهم ويشجعوهم، وعبرهم يشجعوا كل الشباب المغربي اللي هو قادر باش يعطي ويزيد يعطي في واحد الزمان اللي ضروري ان المغرب كذلك يدخل المجتمع ديال المعرفه، وانه غدا الجامعات ديالنا تكون كتشجع البحث العلمي، لاننا عندنا باحثين هما جايين وخصنا نوجدوا لهم يعني الشروط باش يمكن لهم يقوموا ببحث علمي غادي يكون في المستوى العالمي. هذا الشيء راه متبوت، ما نبقاوش نخليو المغاربه يمشيو للخارج يخدموا هنايا، وخصنا نشجعهم خصنا نشجعهم. غادي نعطيهم اليوم الكلمه باش يتكلموا هما على الاختراع ديالهم، وبالمناسبة عبر الأستاذ المهدي الخمال بغيت نحيي كل الأستاذات وكل الأساتذة اللي هما تيخدموا بتفاني وتيشجعوا وليدات الشعب وبنات الشعب حتى تيخرجوا منهم الأحسن. وكنذكر بأنه العالم كبير اللي تكلم على الإبيجينيتيك كيقول بأننا لا شجعنا الشباب رحنا كنفيقوا كل طاقات الكامنة الباهرة بداخلهم، وكيمكن لهم يكونوا مبدعين ويكونوا مخترعين ويكونوا متميزين كيف بغينا جميع الشباب ديالنا في المغرب في كل جهات الوطن. نعطيهم الكلمة الآن باش تسمعوا اليوم. الأستاذ المهدي الخمال، أستاذ تعليم ثانوي تأهيلي بثانوية أبي عباس السبتي بطنجة. اليوم أنا سعيد جدا في هذا الاستحقاق الوطني اللي قدموه المتعلمين ديالنا شفيق بوعياد وفارق الابتكار، فارق الاختراع وابتكار العصر الإلكترونية، للحمد لله لقات استحسان كبير سواء محليا سواء على المستوى الوطني سواء من التغطية الصحفية سواء مع المسؤولين يعني الوطنيين اللي فعلا كيأكدوا لنا الدعم ديالهم، من بينهم السيدة الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الأستاذة نبيلة منيب التي أصرت على يعني دعم هاد المتعلمين هادو، فتح يعني حتى هي الأبواب المفتوحة وأنها تسمع لهم باعتبارهم يعني واحد الأمل واحد الإنجاز وطني يستحق التنويه يستحق التشجيع. احنا انا اليوم مؤطر ديال فريق الابتكار، هاد التلاميذ هادو اللي ما كيتجاوز 60 ديالهم 17 سنه واللي هما من قسم اولى باك علوم تجريبيه، اللي قدروا انهم يختاروا عصا الكترونيه لفائده الصديقه ديالهم اللي كتقرا في نفس المؤسسه اللي التلاميذ اللي بداو هاد الفكره ديال العصا الالكترونيه في اواخر شهر اكتوبر، وتم الانجاز ديالها في نهايه ماي تحت اشراف المديريه الاكاديميه ديال طنجه تطوان الحسيمه والمديريه الاقليميه ديال طنجه اصيله، يعني بتغطيه اعلاميه وزينه، وفعلا خرجت هذه العصر الالكترونيه للنور، وجبرنا الدعم من عند رئيس الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه الذي اكد ان غيكون واحد نسخ محدده لفائده تلميذات العالم القروي اضافه الى رئيس مقاطعه السواني، وكذلك غرفة التجارة والصناعة السيد رئيس أفيلال والسيد سعيد أهروش. واليوم احنا جد سعداء أننا تلقينا الدعم كذلك من السيدة الأمينة العامة أستاذة نبيلة منيب اللي رحبت بنا جدا ورحبت بالفكرة، يعني نحن فخورون خصوصا بالشهادة اللي كنعتز بها نحن الفريق بأن ما زالت المدرسة العمومية المغربية بخير، وحنا يعني أولا هي كممثلة للأمة أنها يعني مستعدة الدعم ديالنا اللي كنقدموا لها الشكر من هذا المنبر هذا.
بالنسبة للعصا الإلكترونية، هي واحد العصا اللي كديتيكتي الأصوات، إذا كان الإنسان كتعمل صوت، إذا كان الجماد كتعمل صوت آخر. وهاد العصا الإلكترونية هي تتم النظارات الإلكترونية اللي عن شغلوا فيها. هاد العصا الإلكترونية هي لفائدة المكفوفين، واللي انطلقت يعني لفائدة اللي كتقرا مع التلاميذ المخترعين في نفس المستوى، واللي حاولوا التلاميذ ينزلوا رؤية استراتيجية 2015-2030 التي تدعو إلى مدرسة عمومية دامجة لكل فئات المجتمع المغربي. السلام عليكم، معكم محمد شفيق بوعيد، تلميذ في ثانوية أبي عباس السبتي بطنجة، رئيس ديال نادي الإبداع داخل المؤسسة، وقائد فريق الابتكار، عضو في الفريق حسين الأتجاري مختص في تصميم ثلاثي الأبعاد، عضو آخر سيمو بن بلة مختص في البرمجة. كاين أعضاء أخرين اللي لم يلتحقوا بسبب بعض الظروف، منهم ويصل بونيف، حسن المداني، ورميساء الدراجي. اختراع العصا الإلكترونية واختراع الفائدة الناس المكفوفين أنها كتسهل عليهم الحياة اليومية ديالهم، كتقلل من المخاطر اللي كتعرضوا لها في الحياة ديالهم. وهذا الاختراع هذا هو يعني بالنكهة ديال التضامن، أنها الناس المكفوفين ما يكونوش عندهم واحد إحساس باللي أنهم غير مندمجين مع المجتمع، يكونوا تهم بحالهم بحال إنسان عادي. بالنسبة لي والفارق ديالي أننا واجهنا مجموعة ديال الإكراهات، الحمد لله يعني ما كانوش أنهم عائق باش أننا نوقفوا في الابتكار، بالعكس كانت واحد طاقة إيجابية باش أننا نكملوا باش أننا تكون واحد الجودة الإنتاج. كان طالب من الناس والمسؤولين أن هاد الإكراهات هادو يجبروا لواحد الحل باش أن ما يبقاوش، وأن المدرسة العمومية تنفتح على مجال ديال الابتكار واللغة الرقمية، وتوفير معدات وتوفير يعني الظروف ديال الابتكار باش أن التلميذ المغربي يقدر يعطي في هاد المجال هذا، والشباب المغربي أنه قادر أنه يعطي بزاف ديال الحوايج الظروف اللي بعض المرات ما كتكونش سامحه.